تعالى تعالى يا حبيبي، ادينا اسمك يا عم. سيبه بقى القطر هينزل، القطر هينزل. والله ما تهاجم، والله ما اقعد. لا والله اقعد، بقول لك اقعد. ما تقعد يا ابني بقى، اقعد اسمع كلامه وما تعيش حاجات. هاتي يا ماما، هاتي 22 يا ابني. يا حاسب الشنطة، حاسب الشنطة. حاسب الشنطة، حاسب في بداية كلامنا، انا خايف على الهدوم بتاعتك. عليك اقعد مكانك. فهمه بقى، خلاص يا ابني، يا ابني ولا اول ما تيجي بقى تشوفها. خلاص يا ابني، انا راجل اقطع الفلوس يا سيدي. اقعد 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 اقعد. شكل بس مش عايز تدفع، روح تاخد افراد كلهم. عايز استمارة يبقى مش هتدفع. وحش اخد ولا الله ولا ملي. ما انت ابويا ولا جبت تدفع عليك يا ابني. اللي معايا 3 صبيان زيك انت تمام. انت تدفع عليك. طب خد هات الفلوس. ايه في ايه؟ بس يعني بتتكلم عن الراحه ايه؟